وش هي ثالث نسخة؟ ولا أول نسخة؟ أي هذا تقريبا ثالث. السلام عليكم. عليك السلام. ألو. يا مرحبا، حياكم الله يا شباب. الله يهديك يسلمك يا أبو غلا. هلا وغلا، يا مرحبا بعلي، يا مرحبا بنواف. الله يطول عمرك ويهديك ويمسي عليك الخير وعلى الشباب. يا رب ارفعوا لنا الصوت ترى، ولا خلوه في اذني الصوت. يا مرحبا يا ابو غلا، الله يحييك. اسمعني. الله يحييكم اسمعكم، ما شاء الله ما شاء الله منورين. الله يهديك الله يهديك ويسلمك يا ابو غلا، حاب امسي عليك وعلى اخواني المسابقين وعلى واحد الصوت الكرام. الله يحييك حي السيف، محدثينك من وقف الاتم الاول بمنطقه وادي عبد منطقه جريان لما ان شاء ابو غلا. اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اكتمل بنحزه ونشكره نجد 50% وباقي 50%. واللهم لك الحمد باذن الله ما تنام عينه انه يكمل في قريب العاجل. هذا الوقت جد شايف اللي الحين حريصين عليه والله جد هذا البرنامج. اللهم لك الحمد. الله يبيض وجهك، خليك معي تكفى شوي. ترى يا شباب الصوت عندنا مشوش جدا. سماعة كفش الروم، يا تعطونا سماعة الكفش الروم ولا اعطوني اياها في اذني؟ لا احنا بنسمع. بتعطونا ايش؟ يلا يلا استعجلوا استعجلوا استعجلوا. طيب شباب اول شيء منورين ام الدنيا، لكن اعطونا كذا تحديثات سريعه. احنا متفائلين انكم سافرتم، ويمكن هذه اول نسخه يصير فيها سفر مرتين، ولا تصير هالسفره مرتين الا باذن الله اذا كان في بشاير. فنبي نشوف احنا التحديثات اللي صارت معكم في هذا الوقف العظيم، اللي متاكدين باذن الله ما راح ينتهي البرنامج الا نفرح جميعا باكتماله. فاعطونا البشاير وانتم امام هذا الوقف العظيم الجميل. باذن الله ان خير من يمثل زملائنا وخير من يمثل القناه. طبعا يا ابو غلا زي ما انت شايف المبنى امامكم يتكون من خمس طوابق او خمس ادوار. يا سلام. لك الحمد يعني بنسبة 50% راح الكثير بقى الجديد، وباقي 50% وإن شاء الله أنه يكمل في أسرع وقت بإذن الله. يا رب. طبعا يخدم لها يعني 15 باب من ضمنها الكشف الجديد والمنتجمات المدرسية والمستشفى إلى آخر. إن شاء الله بإذن الله أنه يكمل في أسرع وقت بإذن الله. يا رب يا رب. ابي اخذ بعد الحبايب اللي معكم اليوم يا اخواني، انتم وصولكم الجازان لا شك انه عشان تبشرونا. الحين هذه اللقطه قدامكم يا شباب جميعا والمشاهدين اللي يتابعونا، الان وصلوا للدور تقريبا الخامس حسب ما فهمت، فما شاء الله تبارك الله ما يوصلون الى هذه الادوار، وباذن الله يكتمل هذا الوقف الا باستمرار عطائكم باستمرار انفاقكم. اليوم يا اخواني ترى ما راحوا الجازان وتعنوا إلا عشان تشوفون أنتم أثر ما قدمتم وأثر اللي تبرعتوا فيه. فهذه الآثار ما جاءت إلا بعد الله عز وجل ثم بعطائكم وإنفاقكم، فلا تتوقفون واستمروا وقدموا وابذلوا. والله العظيم إنه إذا استمرينا على هذه الطريقة وعلى هذا الإنفاق وعلى هذه الوتيرة اللي اليوم أمس قبله كلها قاعدين نفرح ونستبشر ونستانس إنه التبرعات ما شاء الله مو قاعدة توقف، وهذا مو بغريب عليكم. والله العظيم ترى ما نستغرب الطيب من أهله. فلذلك يا أخواني عشان الأخوان بإذن الله يروحون مرة ثانية ويصورون وهو خلاص مكتمل، نبيكم تستمرون معنا في هذا العطاء والإنفاق. شباب اللي في جازان اليوم، أنا ما أعرف هل زرتوا الجمعية؟ كان لكم زيارة للجمعية ولا فقط لهذا الوقف؟ لا والله ابو غلا، احنا اليوم زرنا الوقف وبكر باذن الله الصباح بروح للجمعيه باذن ما تنام عينه. يا سلام، انتم مباشره قلتوا اول شيء نبي نشوف هذا الوقف، فلا شك انه حرصكم على انكم توصلون هذا الوقف هو من اجل انه فعلا كل من تبرع وكل من قدم نقول لكم تعالوا وشوفوا الاثر هذا، ترى هذا بعد الله ما قام الا بكم انتم. فلذلك استمروا. اليوم عندنا نواف اخوي علي هم يروحون هناك هم يراسلونا، ترى هم قاعدين يقولون لنا الصوره الحيه من امام هذا الوقف. اليوم ما تعنوا وراحوا الا عشان فقط يطمئنونكم انه ترى انتم هذه اثر تبرعاتكم. ودي توجه رساله اخوي علي واخوي نواف للي يتابعون الان ويشاهدونكم من اجل هذا الوقف، وقف اليتيم الاول. والله يا ابو والله احنا نوجه لهم رساله نقول اول شيء الله يا ابو والله احنا جينا هنا شنو الوقف احنا مصدنا. اللهم لك الحمد.
ومن امس الله اكبر اذا اكتمل، فباذن الله ما ترى معينا يا ابو الله يكتمل بفضل الله وفضل اخواننا المشاهدين يا رب، احنا نقفله باذن الله ما ترى معينا. احنا بقي الكلام مع رئيس مجلس الاداره بمركز العمود. موجود معنا؟ موجود. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو غلا، معليش انا بطلع جانب الحديث شوي قبل نجي الشيخ. طيب تمام. قبل شوي وقفنا احد المشاهدين ايه وقال تدفع، ابغى وصيه انا بتابع بس الحين وقت الصلاه، قلت على خشمي اللي هو الاستاذ مرزوق المسردي ابن عم محمد شبيب المسردي. ونعم الله يبيض وجهه، الله يبيض وجهه، الله يبيض وجهه، وقف وعجب وحس عينه والله مرزوق المسردي ولا كان طعنا مرزوق المسردي ابن عم محمد شبيب المسردي. يا سلام انك توصل كلامي لجميع المتابعين، والله يبيض وجهكم، انتم اخوان ومطالب ولا بتقصروا، ابغاك توصل كلامي لهم عام وخاص. الله يبيض وجهك ووجهه. عبد العزيز المسفري ومن ناحية الاسلمي، قلت على خشمي انا والله الذي له ومودي طلعت من الجانب ذا، لكن وصلت كلامه والله ما يستاهل. يوم وقف وعزم وتجمل، بيض الله وجهه، بيض الله وجهه، بيض الله وجهه. بيض الله وجهه وهو كريم وانتم تستاهلون، والطيب ما يستغل من اهله. ما شاء الله المسار ده ما جينا نجربهم، عز الله ونعم فيهم جميع ولا يهونون الجميع والله. سم انت ابو غلا يمكن شغال عندك الاربيز، احنا والله من هنا ما نسمع صوتك عشان كذا خلينا نواصل. لا نقدر احنا نعرف الرجل، خصنا بالذكر خصك انت وعبد العزيز مسفري بالسلام. اي نعم الله يسلمكم جميع ويبيض وجهه وسلامك وصل، عسى عمرك طويل ويرحم والديك. محمد المسردي سم مساكم الله بالخير يا الربع، بالنور والسرور يا مرحبا. اللي مثلكم يستاهل العزايم، طال عماركم وابن عمي فعل الطيب مو بغريب عنه، وليتكم وجبتوا له، وجبوا له، وجبوا له انتم ابو عبد الله. على الطيب ونعم بك ولد عمك. ما عليكم زود. الله يا ابو شبيب. ما عليكم زود وتستاهلون الشعب. عندنا الوقت طيب وانتظرنا كم يبقى الحديث وانا بعطي العلم. ابشروا بالعوض ابو مشعل ولا تبطون علينا، تعالوا لنا بالاخبار الزينه. الله يبيض وجهكم جميعا. طيب يا اخواني معنا رئيس الجمعيه صحيح؟ دقيقه يا ابو غلا سم. طيب على بال ما يجينا اخواني رئيس الجمعيه، انا ودي والله بس المشاهدين الكرام يتاملون هذا الوقف في منطقه حيويه وشارع ما شاء الله تجاري، ثم فقط اذا اكتمل باذن الله انه يؤجر، ثم هذا الريع يروح لهؤلاء الايتام فقط. 15 برنامج تدعم بسبب اكتمال هذا الوقف وكلها تصب فيها لصالح هؤلاء الايتام. معنا الشيخ رئيس مجلس اداره جمعيه وادي عمود، يا مرحبا. الله يحييك